صفاء مش عندنا اليوم. مساء الخير شاكر حافظ غازي، نرحب كل الساده المشاهدين يتفرجوا فينا توا مباشره على الوطنيه الاولى، وهذا 75 دقيقه. هذا بلوتو الزابينغ معايا الليله. باش نبداو باول فيديو خديناه الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، واللي كان في مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس الطبوبي، وخلال الكلمه اللي القاها في افتتاح هذا المؤتمر توجه برساله شديده اللهجه الى رئيس الحكومه يوسف الشاهد في موضوع التفويت في بعض المؤسسات العمومية. إجوا شوفوا شنو قال نور الدين طبوبي في الفيديو هذا، ونرجع لكم. سمعتوا أنه في كل خطابات الحكومة لا تفويت في القطاع العام، وفي آخر طلة طلعنا فيها رئيس الحكومة يقول سنفوت في 10% من المؤسسات العمومية. أقول له لا أنت ولا من معك. أقول باسم هيكل الاتحاد وباسم رفاق قلبي المكتب التنفيذي الوطني، لن يكون تفويت في القطاع العام، وأنتم خط أحمر. هم يتمثلون في إدارة المنطقة العالمية، وهو الاتحاد يكون خط أحمر، ونقولوا لهم 70,000 خط أحمر، ليس بالشعارات المشاريع وليس بالخطط الرنانة في المحطات الرقمية. واضح يا حافظ، يبدو أن الاتحاد على الأقل فما نقطتين ما يتنزلش عليهم، نقطة خصصة المؤسسات العمومية يعتبرها خط أحمر، ونقطة أيضا التحوير الوزاري. يبدو أنه على لسان بعض الأمناء العامون المساعدون للاتحاد أنه ضرورة قصوى بالنسبة لهم وملحة، ويعتبرون أنه إذا الشاهد لم يقم بتحوير وزاري فعليه أن يتحمل مسؤوليته تبع ذلك. رأيك؟ هو الخطاب كما نعرف كان خطاب قوي برشا، قالوا في افتتاح معناها تجديد هياكل نتاع الاتحاد العام الجهوي للشغل بتونس، اللي هي نعرفوها معناها اش معناها الثقل نتاع تونس العاصمه. كان محضر ليه لانه وقع قبل 24 ساعه الاعلان عن ذلك، انه باش يلقي كلمه وانه باش يكون فيها باش يتناول موقفه من كذا ومن كذا وكذا، وبالتالي معناها وقع تحفيز المؤسسات الاعلاميه باش تكون حاضره وتتبع الكلمه هذه. وزيد الاهم من ذلك انه رد يوسف رد سي نور الدين الطبوبي على يوسف الشاهد كان من خلال الحوار اللي اجريناه معاه، فهمتي؟ النقاط هذوكم اللي اثرناهم، مساله التحوير الوزاري ومساله الخوصه كانوا هما مواضيع الاساسيه معناها. وزاد في نفس الوقت رد حتى على طرف اخر بكلام ربما قوي ونقابي قديم، انت تعرف انا الكلام هذاك معناه بصراحه كان قوي شويه، فهمتي؟ انا تو قاعد نشوف من خلال المشهد انه ثم برشا حوايج قاعده تصير في الايامات الاخيره هذه على ارضيه هشه بتم معنى الكلمه. عندك وضعيه الفوسفات شفنا كيفاش، عندك وضعية البترول المهدة وغيرها، وفي نفس الوقت يجي موقف نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الكل ما ينجم يصب كان في خانة واحدة، وهو معناها إضعاف الحكومة اللي هي من عند ربي ضعيفة، معناها نقولها بكل صراحة في الوضع اللي هي فيه معناها وضع لا يحسد عليه. أولا نوعا ما تشرذم داخل الحكومة، تيارات سياسية كل واحد يجبد في اتجاه، مشهد سياسي كله قاعد يتغير، سياسيين كلهم على اعصابهم، فهمتي؟ في انتظار الانتخابات البلديه وما ستؤول اليه، وهم من تو ولات الاغلبيه ولات خايفه من النهضه اللي تلم الكل، فهمتي؟ وبالتالي اعداد لفتره ما بعد انتخابات البلديه. في هذا الكل معناها مواقف كيما هذه، اعتقادي انه ان الاوان انه ربما كان نوخروا شويه المواقف هذه، ولو انه بين قوسين اليوم صار لقاء ما نعرفش تو تم ولا مازال بين سي نور الدين الطبوبي يوسف الشاهد في القصبه، وربما هذا قد يساهم في اذابه نوعا ما الجليد اللي تكون في المده الاخيره. واضح. الفيديو اللي بعده.
نتعداو للفيديو الثاني زابينغ ثين، نشوفوا مع بعضنا فيديو اللي تعديت وتبثت البارح على القناة الوطنية الأولى وفي النشرة الرئيسية للأخبار. فيديو زادا كان دارت برشا على شبكات التواصل الاجتماعي، تتمثل في كلمتي في تقرير حول حملة أمنية قامت بها الشرطة البلدية لمحاربة الانتصاب الفوضوي، وهذا بمداهمة سوق بومنديل في تونس العاصمة وتكسير بعض النصب اللي تعتبر غير قانونية. مش هذا برك، لكن النصابة أو البياعة اللي عندهم النصب هذه وتم تكسيرها كانت عدد عندهم ردة فعل شاكر. يجي نشوفوا شنو اللي صار في الفيديو هذا ونرجع مع بعضنا. فاصلة بين الثالث والرابع من مارس كانت حلقة من حلقات الحرب على الانتصاب الفوضوي والاستيلاء على الأرصفة وأزقة العاصمة على حد سواء. المشهد المخل بجمالية المدينة والذي حول أنهجها إلى سوق للبيع والشراء لسلع مهربة وأخرى مجهولة المصدر، حرك السلطات وكافة أسلاك الأمن للتصدي له. بعض أصحاب المحلات وعدد من الباعة المنتصبين عبروا عن امتعاضهم من تنفيذ أعمال الإزالة، وحاول أحدهم إعاقة عمل قوات الأمن التي تصدت له. طيب هذا المشهد مش بمنديلة في السيد البحري. أيوة السيد البحري. أما أنا من الحقيقة خليني كلمة نقولها ونتحمل أنا مسؤوليتها. أنا مانيش ضد تنفيذ القانون، لكن راهو فما مثل معناه نعرفوه حتى عند أجدادنا، ما تسيد ماء إلا ما توجد ماء. معناها الدولة باش تهد الانتصاب الفوضوي حسب رأيي أنا مطالبة الأول بإيجاد بديل للناس هذوكم باش ما تخليهم زاد عايشين من غير مورد رزق. تلقى له بديل وبعد هد له خويا، نطبق القانون. أنا ما نقولش ما نطبقوش. ثم نوعين من الانتصاب. ثم الانتصاب نتاع إنسان عنده المحل نتاعو لكن كمل يخرج لبرا من المحل نتاعو ويزيد ينصب. ويزيد ينصب. وثم ناس معناها جاو وحدهم حطوا فهمتي ما تعرفهم هذا جنرال مو اللي تحكي عليهم اللي نسميهم انتساب فوضوي، راهو السلاح نتاعهم اربع كرادن وباش يحط السلعه نتاعه وبعد اقل حاجه يلم الكرادن. الشرطه البلديه يلم الباش ويمشي. اما هذا حسب ما رات عيني معناها ناس خرجوا من المحلات نتاعهم. مين ما نعرفش انا انت صفاء قلت بومنديل. فما في بومنديل، احنا ما كملناش الفيديو خاطر طويله، فما في بومنديل وفما في نهج الجزيره ومرشي سيدي البحري، ثلاثه مناطق. خاطر الفيديو هذا اللي عديته ما لا علاقه له بومنديل. ساعه تراكس ما تدخلش بومنديل. هي بيان سور تمشي برشا الغادي حافظ. نهج الجزيره. تراكس تدخل بومنديل تطيح الكل. في نهج الجزيره هي اكثر الحوينت اللي مش حوينت هما نصبي تسميه واللي تم تكسيرهم. على كل هي صارت الحملة فيهم الكل معناها في المنطقة. معناها شنو اللي صار في بومنديل إذن؟ مداهمات يعني فما مداهمات. مش لا 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 إيش قلت؟ مش سوق بومنديل الداخل. مش الداخل. هو نهج الجزيرة. لا أعطينا سيد البحري نهج الجزيرة. بومنديل صارت صار هذا. هو الفرعي من نهج بومنديل يعني الباغاليل نتاعو اللي بجنبه على الأرض هو يسمى نهج الجزيرة هذاك. طيب أنا مانيش نعمل درس في اللحوم نتاع تونس. لا شوف ثم حاجة مهمة جدا لأنه الشريان التجاري الصحيح هو نهج بومنديل. نهج الجزيرة هو نهج فيه محلات كبيرة وثم البطحة هذيك اللي معروفة فهمتي ثم زاد فيها ناس ينتصبوا اللي تربط ما بين نهج الجزيرة وبين نهج بومنديل. أنا اللي نحبوا نفهموا خاطر تو كان تقول في نهج بومنديل منطق الأشياء بومنديل المحلات كلها سيد البحري حافظ سيد البحري تو نحكيوا على بومنديل وجيبوا لكم سيدي البحري تو من باب تزيرة تزور الباب خضرة. طيب المعلومة الأكيدة نعطيها لكم بعد الفيديو ثلاثة. فيديو ثلاثة صفر ناخذوا مع بعضنا شاكر اخر فيديو وزابينغ الاخرين. هو فيديو خذيناه للقيادي بحركه النهضه لطفي زيتون، وهذا خلال ظهور لي في احد البرامج التلفزيونيه على قناه الحوار التونسي. زيتون واللي دعم في فتره سابقه لمسعى اليسار المتطرف في قضيه الغاء العمل باحكام القران في المواريث رجع المره هذيه، وين دعا الحكم جديد شاكر في نفس الموضوع هو موضوع الارث. اجي نشوفوا اخر طلعه لطفي زيتون في الفيديو هذا نرجع لكم. يلزم الدولة تأخذ حقها من الميراث، الدولة ماهيش قاعدة في حق، تعرف في الخارج توصل 40% ضريبة على الورث. على الميراث، لأنك يعني أنت باش تأخذ مال ما تعبتش عليه. بينما الدولة تعبت مع الراجل ولا المرة اللي خلت المال تعبت، باش يكون عنده قبر، مقبرة، والدولة باش تلهلوا بها، باش تدفع فلوس، باش تدفع ضوء، باش تدفع الصيانة، هذاك الكل، الدولة تأخذ حقها زادة، فهمتني؟ معناها لطفي زيتون طلعنا بطلعة أخرى مش غازي دويري بالطبيعة أنه الدولة علاش لا ما تقتطعش جزءا من ميراث المتوفى وتاخذه وتوصل له في الدول المتقدمة. السيد يعطي فينا في أمثلة بالدول المتقدمة خلاش خاطر احنا لازمنا نتبع الدول المتقدمة توصل إلى 40%. علاش زاد؟ ما تبريراته مقنعة
لانه الدوله تعبت فيه برشا السيد اللي توفى يشروا الماليه ويضحك. الناس اللي ورثوه الورثه نتاعهم ما تعبوش فيه برشا، بينما باش ياخذوا بعضهم. هو على الورث، هو على الورث قال لك الورثه ما تعبوش برشا ومع ذلك ياخذوا في بايهم، بينما الدوله تعبت فيه وما تاخذ حتى شيء. في نقل الملكيه من 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 المتوفي للورثاء يحب يعمل اداء، اداء تاخذه الدوله على اساس انه بو تفسيرات وهذه معناها أنا مش عارف الشعبوية ولا كل واحد عنده منطقه، فهمتي؟ يحب على أساس أنه لأنه توا القانون في نقل الملكية معناها في الإرث ما ثمش أداءات وصلت، على عكس البيع، فهمتي؟ الهيبة والإرث ما ثمش أداءات وصلت، هو في منطق الأشياء يحب يعني في نقل الملكية من 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 المتوفي الى الورثاء يقع تسليط اداءات، لانه منطقه هو يقول لك انه السيد هذا يقود الحياه حتى كي يمشي يدفن، فهمتي؟ باقي يلزم الصيانه ويلزم كذا ويلزم المقبره ويلزم مش عارف ايه. انا سامحني معناها فما منطق في الكلام حافظ. انا الحقيقه علاش نقول الكلام هذا؟ معناها مستشار سياسي لرئيس حركه مهيكله 350 قائمه في جميع البلديات، وحركه النهضه عندها قواعدها ومؤسساتها، ورئيس حزب راشد الغنوشي اللي كيف يخرج بتصريح معناها راسين يكون المستشار معناها تصريحاته بالطريقه هذه، واحنا مقبلين على حكم محلي ولا مركزيه محليه ولا انتخابات بلديه، طلعنا بتطلع كيف ما هكا. معناها الحقيقه بكل واحد سامحني وحتى اذا كان في تاويل للايات القرانيه اللي ما جاء في القران، فانا ما اعطيني اي قرانيه تقول اللي لازم الدوله تورث مع الورثه. ربما يحب يستفز الميتين باش يعاودوا يرجعوا ينتخبوا. كما يقولون. شكرا لك، يعطيك الصحه صفاجة. لازم نمشيو لقرعتنا مع غازي دويري. غازي مرحبا بك، شكرا. مرحبا حافظ صفاني سيكوري تفرجوا فينا على الوطنيه. طلعت النت اليوم نبداها بخبره دار برشا في الويكاند، باش نحكيو على مقبره حمام سوسه 25 دينار معلوم دفن اموات الجهه و250 للاغراب. نحب نقول فقط انه مش موجود كان في حمام سوسه، موجود في برشا بلايص حتى في تونس العاصمه لهنا، ولكن هوني فما مشروع قانون هذاك علاش نحكيو على الموضوع هذا. اكدته معتمده حمام سوسه ورئيس النيابه الخصوصيه منيا جويني في مداخله لها، وقالت انه بعد ان تلقات تشكيات من المواطنين بما انه المقبره ضيقه وما فماش بلايص حسب المواطنين انه باش يدفنوا موتى مش ماهمش من الجهه، تم وضع مقترح قانون يقول انه من الجهه الاداء على القبر 25 دينار اذا كان من الجهه المتوفي، واذا كان مش من الجهه 250 دينار. هذا مقترح مازال القانون ما تعداش. التعليقات هوني ندخلوا في بالحق مشكل كبير وبرشا علقوا الناس الكل حكيت على الموضوع. خليل قال يعني ان كنت من قريش فستدفع 25 قطعه نقديه، اما ان كنت من الاعراب او كنت ضمن قافله تشق الصحراء مت وستدفع مسبقا اضعاف المبلغ، لا يزي اساءه للميت، وزيد باش تحشرونا في الجهويات على اساس القبور غاديكا كليماتيزي. هداية قالت دولة تحب تعمل تحب تشعل النار والفتنة بين أولاد البلاد بأي طريقة، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. ناس تسب في بعضها، حرام عليكم، راكم دم واحد، دين واحد، تراب واحد، ما تخليوش قرارات كيما هكا على ورق دخلكم في بعضكم، يلوجوا باش يفرقونا ويشتونا أكثر فأكثر في خويا ناس. هوني حبيت نقول باش يوضح المشكل أكثر أنه الجبانة هي صغيرة برشا اللي يعرفوها في حمام سوسة، وجاية في وسط أحياء سكنية، هذاك علاش يمكن فما مشكل أنه ما تنجمش تتوسع، وفما البلايص اللي موجودين ديجا ويعاودوا يحلوا فيهم، هذاك علاش صار المشكل. هوني المشكل الكبير واللي تخلقوا منه توانسة هي الجهويات، ما فماش علاش أرض الله، وهوني نحكيو على حرمة متوفي مش حتى نحكيو على أحياء. دونك نتعداو لطلعة، نحاول نوجد تبرير منطقي للي صار. هو الآتي، ثم لانه تعرف بلديه حمام سوسه وحده وبلديه سوسه وحده، لكن المشكله في المنطقه هذيك الكل ما ثماش فواصل، معناها البني لازم لبعضه، وبالتالي ربما من سكان مدينه سوسه يحبوا يدفنوا مع المتوفين نتاعهم في حمام سوسه. على هذاك ربما بتشكيات المواطنين يقول لك يا اخي حمام سوسه تقعد حمام سوسه والاخرين ربما عندهم بلايص اخرين يدفنوا فيها. وانت تعرف زاد راهو مشكل كبير عندنا بصفه عامه في تونس هي مشكله القرب والبعد، يحبوا يدفنوا بالله ما صابني نشوف كيفاش عندك شكون يدخل لي باش يدفن في جبانه هذه هنا قريبه ما ندفنش كذا. هو المهم اهم حاجه ان ما ندخلوش في الجهويات. هكا نتعداو نطلع لبعضها، من سكان المدن منحه للراغبين في بناء
ماجر، وإحنا كنا نحكيه على الثروة المائية قبيلة شوية وعلى البحوث في محاولة إنقاذ الثروة المائية اللي فقيرة بطبيعتها في تونس. قال كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية وسيد البحري عبد الله الرابحي نهار السبت أنه من المنتظر تخصيص منحة أو قرض من الصندوق الوطني لتحسين السكن لفائدة الراغبين من سكان المدن في بناء ماجل لتجميع مياه الأمطار. دونك الكومنتيرات نتاع العباد. سيف الدين قال الدولة فاشلة وعقول تحكم فينا من أفكارهم تحسهم الروما القديمة. تو تفيقوا رانا في 2018 وانت تقول لي ماجر ربي يستر يخرج وزير النقل ما يقولناش باش نعمل لكم قافله نتاع جمال في عوض النقل العمومي. الدره قالت بلي في تونس العاصمه المواطن يسكن في 50 متر مربع وين باش يحفر الماجر؟ خليته سؤال محلول هكاكا. فضيله جاوبتها اسكيل باغي ولا عطات فكره، قالت في العمارات في عوض الباركينج نعملوا ماجر مالا حسب ال لا فكره حلوه. لا سمح لي بين قوسين، ثم عمارات في تونس العاصمه، في تونس العاصمه مركبات سكنيه كبيره عامل المجلس في المنشر حق ويستغلوا فيه المياه نتاعهم، يستغلوا فيه التنظيف والكل والسقيان الجنين والكل. واحنا كنا نحكيو على الثروه المائيه كيف كيف. دونك نتعدي على بعضها في زفيسه شاكر. وزير النقل يكشف عن مصير مطار قرطاج الدولي بعد استكمال انجاز المطار الجديد، المطار الجديد اللي باش يكون في وتيك في بنزرت في حدود 2030 حسب ما اكدوا الوزير، واكد انه باش يتم مش باش يتم الاستغناء عن مطار قرطاج الدولي هذا حد الان حتى لين نوصلوا للبنيه على المطار الجديد ان شاء الله. زينة زيدي زميلتنا الصحفيه قالت على الرغم من اسطول النقل، من انه اسطول النقل محتاج تجديد وتحسين، الا انه وزير النقل منشغل اكثر بمطار جديد في بنزرت. الحقيقه ابدعت سيدي الوزير انه فعلا لانجاز عظيم، ما كفاش اعتمادات المطار الجديد من المفروض تتصرف على هالكيران اللي في الشتاء سقفها يرش وفي الصيف يبانها تتلفظ علينا بالغبابر، وزيد تخمم في غلق مطار في العاصمه عوضا عن توسيعه واعاده تهيئه مطار قرطاج. هذا تعليق من زميل الصحفي. عبد الستار قال وين وذنك؟ قالوا هاي. ورياض قال كلمناه على مشروع بميناء المياه العميقه اللي تسرق من بنزرت وحاولوه تسرق من بنزرت وحاولوه للنفيذه، يا اخي قال لنا هاو باش نعمل لكم مطار يحضر في 2030. ريزولتا حتى حد ما فهم الوزير اللي بلاهي برشا ويحكي برشا على المطار الجديد وفما مشاكل اخرى اعمق في صلب النقل في تونس. نوصلوا الاخر طلعه وهي طلعه بالحق اسمها ولا تعليق عليها قمه الحوكمه وحسن التصرف في تونس. في باجه 121 عام تنظيف لمدرسة بها 130 تلميذ فقط، وفي الجنوب 118 عام لحراسة مستوصف. هذا على لسان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الترابلسي قال أنه في مستوصف بأحد المدن في الجنوب فما 118 عام حراسة، وقال أنه زاد 121 عام تنظيف في مدرسة فيها 130 تلميذ فقط، وهذا في إطار أنه يحكي على المشاكل اللي لقاها في تونس منذ توليه المنصب الوزارة. حاتم قال تركة وجدها الوزير الحالي ويشكر على تنديده بهذا الفساد وعزمه على مكافحته، اللوم الكل على أصحاب العملة ولكن ملحوقة بحول الله كل شيء يتصلح. علي قال يصير كل شيء في جمهورية الترفيس. اوكي الترفيس ماشي الموس هاي. وسلوى اغلى من الموس، اغلى من الموس، اغلى من الموس. وسلوى حوصلت الحكاية كل في كلمة واحدة. سلوى ما نصدقش. شكرا لك غازيتك صحة على طلعت النت. نمشيو ليك حافظ قبل استقبال ضيوفنا الايديتو ونشوفوا شنو هو موضوع حافظ اليوم. إيديتو اليوم على شنو حفظ؟ من خلاف الشاهد مع إبراهيم إلى زيت الزيتون. قامت الدنيا وما قعدتش على خاطر رئيس الحكومة قرر إنهاء مهام مدير عام الأمن الوطني وتعيين مدير عام ومعاه مدير عام الأمن العمومي، وبدأت الناس تحبر وتتكلم. اللي يقول رئيس الحكومة تعدى على صلاحيات وزير الداخلية، واللي يحكي على علاقات متوترة، واللي يقول وزير الداخلية ما يحبش يسمع كلام عارفه وهلم جرة. وبغض النظر عن كل شيء اللي صار في محكمة بن عروس خطير ويدل على أنه ثم إخلال بالمسؤوليات، وكل إخلال يقابله محاسبة وبالتالي جزاء، هكا يقول المنطق. وزير الداخلية قلل من شأن التحرك النقابي أمام محكمة بن عروس واعتبر أن تونس الكل في حالة مراهقة سياسية. في المقابل رئيس الحكومة استقبل ممثلي القضاة وسمع كلام آخر، ثم قابل رئيس الجمهورية، ثم تقرر أحداث تغيير اللي وصل للإعلام قبل ما يعلن عنه وزير الداخلية. ما نعرفوش علاش وزير الداخلية تباطأ في الإعلان، وما نعرفوش إن كان قابل وإلا رافض التغيير وإلا ميزان تعب من السفر، رغم أنه يتردد رجع لتونس في السعودية من السعودية في طائرة خاصة وفرانه الملك. المهم أن التلدد خلق توتر غذاه البعض من الملتصق على صفحات التواصل الاجتماعي، وحولوا أمر التعيين إلى عركة بين وزير الداخلية ورئيس الحكومة، ومرة أخرى هيبة الدولة تضرب في الصميم. من بعد يقولوا علاش المواطن ما يحترمش القانون.
أما اللي يوجع القلب بالحق هو اللي سمعته من فلاحة وأصحاب معاصر في صفاقس نهاية الأسبوع. اليوم مازال الزيتون في أشجاره لأن المعاصر شبه وقفت الإنتاج وكيلو الزيتون طاح ومعه سوم الزيت، رغم أنهم شراوا الغلة على رؤوس أشجارها وبالغالي. وبما أن الطلب تراجع في السوق العالمية طاح السوم في تونس، وهكاك برشا معاصرية ولاو مهددين بالإفلاس وطلبوا تدخل ديوان الزيت اللي بطبيعته ما نجمش يقبلوا بسوم أقل من سوم الكورس العالمية. تونس معملة على تصدير الزيت باش تقلص الفارق بين التوريد والتصدير وتحسن رصيدها من العملة الصعبة اللي هبطت لأدنى مستويات ووصل 80 يوم، وهو حتى الزيت باش نضربوا فيه كما تضربنا في الفوسفات. يحدث هذا الكل والشعب السياسيين لاهي في الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الداخلية، وما كذبوش ناس قبل كي قالوا العزوزة هزة الواد وهي تقول العام سابق. شكرا لك حافظ الدويري. بالطبيعه باش نرجعوا اكثر لا باش نرجعوا اكثر بتفصيل، لانه وزير الداخليه زاد فتح تحقيق اداري. حافظ الغريبي مش الدويري، حافظ الغريبي حافظ الغريبي. وزير الداخليه فتح تحقيق اداري بالتنسيق مع وزاره العدل، فحسب معلوماتي لم يتفه المساله وزير الداخليه وفتح تحقيق اداري جاد في مساله محكمه بن عروس ووقوف. ما قلناش تفه نحن، احنا نقول قال اللي البلاد كلها في حاله مراهقه سياسيه، حاله مراهقه سياسيه، وبالتالي معناه وكان قلل من الامر. صحيح صحيح فوالا قلل من الامر. بلا طيب باش نرجعوا له بالطبيعه الموضوع مع ضيوفنا زهير المغزاوي امين عام حركه الشعب وزهير مخلوف عضو سابق بهيئه الحقيقه والكرامه، باش نحكيوا ايضا على قرار الهيئه بتمديد بيسنه. هل هو قرار تعلن به مجلس نواب الشعب ام هو طلب تمديد معلل ولا المجلس ان يرفض او يقبل هذا الطلب، الى جانب بالطبيعه عوده على قرارات المجلس الوزاري الخاصه بفوسفات قفصه، هل سيعود الفوسفات للانتاج بعد هذه القرارات؟ نمشيو للشكر لغازي وصفان، نمشيو للتقرير اللي عملته لنا صفاء جمازي حول هيئه الحقيقه والكرامه وقرار التمديد، ونستقبل ضيوفنا.